السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. الآن إن شاء الله متوجهين إلى غدير رواوة ومشاهدة أكبر مكتبة للنقوش التاريخية في المدينة المنورة. انتظروا التغطية الآن. كالعادة يسعدني ويشرفني أن يرافقني في هذه الرحلة الشيخ عبد المحسن الأسمري، حياك الله الله. يصبحكم بالخير. يا أهلا وسهلا. والأستاذ أبو راشد الجهني، حياك الله يا أبو راشد، الله يحييك. نورتنا. ومعنا الشيخ سعد الياسر، حياك الله يا شيخ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام، نورت. الله الله يبارك يبارك فيه، وخيرنا وخيركم. الله يبارك فيه. هذه المنطقة تبعد عن المدينة المنورة بنحو 55 كيلومتر، واسم هذه المنطقة العشيرة، وهذا الوادي الذي في الأسفل يسمى وادي العفج. وهذا أول نقش وجدناه مكتوب الله محمد عمر. يوجد في هذا المكان أكثر من 200 نقش تاريخي، بعضها معروف وبعضها غير معروف، وكما ذكرنا أغلب النقوشات هذه لأحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن إن شاء الله سنشاهد بعضها. كما تشاهدون المنطقة مليئة بتجمع لمياه الأمطار، ما شاء الله تبارك الله. أغلب هذه النقوش تعود إلى العهد الأموي والعهد العباسي، مثل هنا في هذا النقش تاب الله على عمر، وهنا مكتوب في الآخر سنة 10 و100، يعني 110. هذا النقش يعود إلى تاريخ 110 هجري. ما شاء الله تبارك الله، طبيعة ساحرة وخلابة. وجدنا عدد من الحيوانات البرية مثل حيوان الوبر، وللأسف رأينا عدد من الطلقات النارية، لذلك الموقع غير قابل للنشر حفاظا على هذه المنطقة وحفاظا على هذا التراث وهذه الآثار التاريخية من التخريب وعبث العابثين. ما شاء الله تبارك الله، هنا بعض النقوش بجانب بعضها، ما شاء الله تبارك الله. سأحاول قراءة بعضها، وأغلبها على ما يبدو كتب بالخط الكوفي القديم، والله أعلم. ما شاء الله، مثل هذا النقش استطعت قراءته، تاب الله على عاصم ابن عمر ابن جعفر. أغلب هذه النقوش تسأل الله المغفرة والتوبة، وهنا أيضا مكتوب بالله اعتصموا وبه، في كلمة ما أدري عنها، أبو بكر ابن عمر ابن عبد الله وتاب، أو شيء من هذا القبيل. القراءة صعبة جدا، لكن يعني بعض الكتابة سبحان الله تقرأ سليقة ما شاء الله. هذه أحد الطلقات، وانظروا الصيادين معهم البارودة. تقريبا انتهينا من هذا التقرير. في عندنا زملائنا طبعا هجوا، ما بقي معي إلا الشايب هذا حقنا. الله يسعدك يا شيخ سعد، الله يبارك فيك، شرفتنا اليوم والله. بارك الله فيك. كيف كانت الجولة؟ إن شاء الله كذا. الجولة حلوة، وجولة يحتاج لها زيارة مرة ثانية. اي نعم بالضبط. نعم، مرة ثانية الله يبارك مرتين، فيكم، الله يوفقكم ان شاء الله ونستعين بالله، بإذن الله. وذاك من فضل الله علينا. الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك، يعطيك حياك العافية. الله. السلام. بحمد الله الآن وصلنا إلى المدينة المنورة، الحمد لله على السلامة. فقط أشير إلى معلومة نسيت أن أذكرها في الوادي. وادي رواوة يقع على طريق درب القوافل، ويسمى هذا الطريق أو هذا الدرب بدرب الغائر. وإلى هنا أكون قد انتهيت من تغطيتي لهذا اليوم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.